السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حق سبايا وصلتكم ما تم الصحة والعافية. واليوم جبت لكم أفضل 100 أنمي بالنسبة للعالم. لما أقول للعالم قصدي أن الناس هم اللي صوتوا. طبعا كيف التصويت هذا جاء؟ في يوتيوبر أدربي سأل متابعينه وقال لهم صوتوا لأفضل 100 أنمي بالنسبة لكم، وأكثر من 600 ألف واحد صوت. وفي موقع قدامي لخصك الترتيب هذا كله وحطالك اياه في صفحة واحدة. وقبل ما نبدأ بشكل سريع، ترى أنا صرت أبث بثوث يومية في التويتش، فلا تنسوا تتابعوني في تويتش لان اغلب المرات العب هناك ناروتو، فورتنايت، اي لعبه ثانيه انتم تريدوها. رابط قناه تويتش حقي بتلاقوه تحت في الوصف. فعموما خلونا نبدا. طبعا راح امشي في الترتيب بشكل سريع بس عشان ما اخذ 100 دقيقه في الفيديو هذا. عموما مركز ال100 عندنا انمي فري. عن نفسي ما ادري شو اقول عنه بس يستاهل مركزه. وبالترتيب 99 عندنا انمي لاكي ستار. اوكي ما اعرف الانمي هذا بس خليه في مركز 99. 98 الف الليد. ممكن يعني انا عن نفسي ممكن اعطيه ترتيب 70 ولا شيء بس كذا، بس برضو ما يضر. ترتيب 97 لوك هورايزن، حلو. ترتيب 96 كارد كابتر ساك، ما عارفه. ترتيب 95 برزرك، احنا شيء الانمي نزل في عام 1997 وهي نفس السنه اللي انا تولدت فيها. تعرفون يعني الانميات الاسطوريه دائما يعني تنزل في السنين الاسطوريه. حلو. ترتيب 94 ماجي. اوكي. 93 هلسينج. ما توقعت صراحه، توقعت هلسينج بيكون اقل شيء 30 40 بس 93. اوكي. 92 The Bad Girl of Sakura، ما اعرفها. 91 كاتيكيو هيتمان ريبورن. اوكي 91 على الاقل في الترتيب هو يعني ما نختلف فيها. 90 يو يو هاكوشو، حرام عليكم يا جماعه. ترتيب 89 يونا اوف ذا داون، ما ادري. 88 تشارلوت، بنمشيها لهم. ترتيب 87 شرف اوف ذا اند اللي هو انمي وارن وشرف. عن نفسي اشوفه انمي جيد يعني مش سيء لهناك، بالعكس انمي استمتعت فيه بس يستاهل ترتيب 87. يعني انا عن نفسي ما كنت بعطيه ترتيب اعلى. 86 اكامي جا كيل، برضه اكامي جا كيل عن نفسي يفضل اوارن وشرف عليه بس برضه ترتيبه معقول يعني صراحه. الى الان الترتيب ماشي بشكل معقول الا برزيرك، المفروض يكون افضل. هو هلسنج. اوكي الانمي اللي بعده من ذي كراي 85. اوكي 84 هيوكا. اوكي 83 جوست اون ذا شيل، ما اعرف الصراحه شكله فيلم ولا والله ما ادري. 82 كوركونو باسكت، حرام عليكم، اقسم بالله حرام عليكم. كوركونو باسكت بالنسبه لي يعني بكل راحه بيدخل ترتيب افضل 10 انميات شفتها، يعني يا رجل افضل 5 ممكن حتى. والله الانمي هذا شيء ليجندري بالنسبه لي صراحه. نحن انا شفت بس انمي رياضي اللي هو هايكيو وكوركونو باسكت، فبما ان احنا ما شفنا هايكيو فالظاهر انه بيكون بمركز افضل من كوركونو باسكت. وعن نفسي هايكيو هنا وكوركونو باسكت هنا، فوالله حرام ظلمون. 81 ترى انمي الارهاب في طوكيو، حرام عليكم. الانمي جدا خرافي بس انه افضل من كوروكو. اوكي الحين هنا الترتيب بدا يصير غبي شويه. ترتيب 80 ناتسومي، ما اعرفه بس ما اتوقع انه برضه بيكون افضل من الانمي ارهاب في طوكيو بس يلا. 89 بوكيمون، اوكي بوكيمون في الليسته. 78 اكيرا، برضه اوكي موشيشي، الظاهر في كثير ما يحبون الانمي هذا. 76 دراغون بول، شوف اذا هم قصدهم دراغون بول بشكل عام فانا ما يعني اشوف ان ترتيب غلط، بس اذا قصدهم الجزء الاول ممكن انا اسلكها. انذر اوكي بس ما اتوقع ان هذا هو ترتيب الصراحه، المفروض يكون اقل بشويه يعني. وترتيب 74 سبايس اند وولف. 73 اف ال سي ال، اوكي كمل. 72 ساموراي تشامبلو، برضه بالنسبه لي كوركونو باسكت افضل منه بس ما ادري ليش حاطينه في مركز افضل من كوركونو باسكت بس كمل، بس برضه يعني شيء جميل انه هو في الليسته. 71 مونستر، اوكي. 70 شينجل، اسمه صعب. 69 انمي خطايا السبع المميته، حرام عليكم. 68 باكانو، الحين تقنعوني الحين هنا السؤال، تقنعوني ان باكانو افضل من خطايا السبع؟ من وجهه نظري بما ان انا شفت الاثنين فما اتوقع ان خطايا السبع بيكون يعني بمركز اقل من باكانو، خطايا السبع بالنسبه لي افضل من باكانو بفرق. بس برضه ما ينفع نقارن فيهم لان يعني القصتين مختلفتين. 67 بونغو ستري دوغز، ليه كلها؟ اوكي. 66 مس كوبلر، اوكي.
65 كود جياس الموسم الثاني. ما ادري ايش السبب حقين كود جياس، خبروني ليش هو بالمركز 65 الموسم الثاني. 64 سيلر مون، اوكي. 63 كي اون، اوكي. 62 نيتشيجو، اتوقع ان هذا انمي كوميدي. 61 بلو اكزورس، يا جماعه خفوا من الاسامي شويه. اللي هو انمي مشعوذ الازرق، اوكي انمي جميل، بس برضو بالنسبه لي كوراكونو باسكت افضل. انا صدقني راح اعلق على كوراكونو باسكت اليوم. اوكي ترتيب 60 لوف لايف، اوكي افضل من المركز الاول ولا الثاني اللي كان في الفيديو حق اليابانيين. اوكي 60، مع انه ما كنت بعطيه صراحه مركز 60، كنت بعطيه 150 يمكن. انمي 59 انوهانا، حلو. 58 انياشا، تدرون من هذاك الفيديو اللي سويته من 100 انمي الياباني للحين ما شفته، بس عموما باذن الله بشوفه بعدين. 57 وولف تشيلدرن، اوكي. 56 هاول مو، اوكي ظاهر بحجب اللقطه هذه الصوره اللي حطوها. 55 هاي سكول، اسحب عليه مع انه ما اتوقع انه يسوى مركز 55. 54 شينجوكو نو سوما، اللي هو مال الاكل. انا بمجرد اشوف الولد هذا اقول انمي اكل خلاص. بس فاجأت ان كثيرين يحبونه صراحة. الزبدة. ترتيب 53 برنسس مونونوكي، اوكي ظاهر ان الانمي شوي متوحش، ظاهر بحطه في اللستة. 52 باكي مونوغاتري، اوكي سلسلة برضو جميلة. 51 بس باكو داكي، نكون صريحين مع بعض، بدايته كانت جدا حلوة بس النهاية حسيت ان استعجلوا عليها شوية. يعني شوف حتى هنا كاتب لك start of really well but the ending though far، يعني حتى اللي كتب لك اللي حطها لك صور هذه يقول لك النهاية برضو مضروبة. ترتيب 50 ميرانيكي، حلو. 59 سايكوباس، والله اوكي. 48 ناروتو شيبودن، اشرحوا لي الحين كيف. السبب الوحيد اللي اتوقع اني احطه ناروتو شيبودن بهذا المركز، اولا فيلرات، ثانيا بسبب حرب النينجا الرابعة اللي خربت اشياء كثيرة. عموما نروح المركز اللي بعده. 47 مونوغاتري سيريس سكند سيزون الموسم الثاني، اشوف الحين مونوغاتري يعني ماسكين الترتيب. 46 دورارارا، 45 ديث برد، او لا 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 ويت 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 ويت. صح ان انمي ديث برد انا قيمته 9 من 10 ولا 10 من 10، كان انمي بالنسبه لي شيء خرافي، بس ما يعدي ناروتو شيبودن، انا اسف، حتى مع الفلارات انا اسف. 44 كلاند، اوكي جميل. 43 كلا كل، ليه 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 يا جماعة، ليه بتعملوا فيها كده ليه. 42 بليتش، اخيرا شفنا بليتش. 41 في المتل الكيمست، اوكي بما انه مش كاتبين براذر هود فاتوقع ان قصدهم في الجزء الاول او المرة الاولى اللي سووا فيها في المتل، اما نمشيها. 40 اورن هاي سكول هوست، اوكي اسحب عليه ما اعرفه. فت زيرو، 39 جميل جدا. 38 سول ايتر، حلو. 37 تورادورا، جميل. 36 موب سايكو، لا انا اسف من وجهة نظري موب سايكو ممكن ترتيب 70 او 80، بس 36 يعني ترتيب جدا متقدم، اشوفها جدا غلط. لو بدلوا بينه بين برزيرك ولا بين هيسيج ممكن، ايوه هنا انا مشيها. 35 دراغون بول زد، اوكي اكيد متابعين دراغون بول يقولون هذا المفروض يكون اول ولا الثاني ولا الثالث، بس برضو على الاقل افضل من ترتيب 80 ولا كم اليابانيين حطوه. 34 نوراغامي، جميل. 33 كلاند افتر ستوري، حلو. 32 كوناسوبا، اوكي ترتيب مش مناسب بس اوكي. 31 بلاك بوتلر، 30 انجل بيت او بيت ما ادري. 29 سوارد ارت اونلاين، اوكي وقف 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 وقف، محبين سوارد ارت اونلاين انتوا وصلتوا ليفل ثاني صراحه. ترتيب 29 لهالدرجة الانمي جميل يعني ولا كيف؟ مش فاهم يعني صراحة ايش الشيء اللي حبب الناس في هذا الانمي، يعني ما ادري صراحة. ترتيب 28 هانتر اكس هانتر 2011، اخيرا هانتر، صراحة هانتر انا اعطيه برضو من 10 اوائل بالراحة. 27 مادوكا ماجيك، اوكي. 26 ايفانجوليون، اوكي. 25 يوري اون ايس، ليه مين اختار يور اون ايس؟ اوكي ما اريد اسال. 24 ري زيرو، ما مش فاهم والله مش فاهم، انمي خرافي كل شيء يا اخي، اعطيته انا 10 من 10 بس ان 24 يا ارحموني. 23 سبيرتد اواي، مش كان هذا فيلم يا جماعه؟ اوكي صح هو من احد افضل الافلام، بس انه 23 فيلم هذا يعني
من ناحيه الافلام ممكن يكون من ترتيب افضل، بس ان احنا قاعد نتكلم عن انميات يعني افلام. اوكي دخلوا الافلام في السالفه مو مشكله. 22 جوجو جميل، 21 جورين لاغان اوكي، 20 هايكيو اوكي. انا هنا لازم اعطي اكبر ديسلايك للترتيب هذا. هايكيو افضل من ناروتو، افضل من هيلسينج، افضل من كوركورو باسكت، افضل من هانتر اكس هانتر. اوكي 19 جينتاما جميل، 18 اساسينيشن كلاس روم اوكي، 17 هانتر اكس هانتر. قصدهم بالجزء اللي قبل 2011 ولا كيف؟ لان مكتوب جنب 2011 بس اوكي، بالنسبه لي حق 2011 كان افضل بس اوكي. 16 كاوبوي بيبوب اوكي، 15 طوكيو جول صدمني صراحه، ما توقعت انه يكون بالترتيب هذا. 14 ناروتو، الظاهر في كثيرين يحبون ناروتو الجزء الاول اكثر من ناروتو شيبودن اوكي من حقهم صراحه. 13 فيري تيل اوكي، 12 نو جيم نو لايف اوكي، نو جيم نو لايف افضل من ناروتو جميل مو مشكله نسلكها برضو. الانمي هذا ترتيب 11 اوكي. 10 وان بنش مان انقذوني يا جماعه، مش اي انمي يا ابو 10 حلقات 12 حلقه ويكون حلو تحطونه في افضل 10 انميات يعني مش ممكن. وان بنش مان من ناحيه الكوميديا ليفل ثاني، بس من ناحيه نحطه يعني من افضل 10 انميات مش لهذه الدرجه. 9 كود جياس، دائما كود جياس مسيطر في المراكز المتقدمه. انمي كذبتك في ابريل المركز الثامن، يستاهل، من احد افضل الافلام الرومانسيه. 7 ون بيس، اخيرا يا حقين ون بيس انبسطوا ون بيس مركز السابع. 6 شتاينز جيت، انمي جدا خيالي، وعيب الوحيد ممكن اول كم حلقه بس اللي كان احداثه بطيئه، بس بعدين الانمي صار خيالي. ترتيب 5 هجوم العمالقه، برضه يستاهل هجوم العمالقه، انا صراحه المفروض اسميه انمي الاسطوره. مركز 4 ديث نوت، حلو حلو حلو. شوفوا اذا خيرتوني مين افضل، اتاكو تايتن ولا ديث نوت، بالنسبه لي اقولهم اي واحد منهم، يعني اذا كان هجوم عمالقه مركز الرابع وديث نوت مركز الخامس ما فرقت معي صراحه، لان اثنيناتهم بالنسبه لي يعتبر من الاساطير. مركز الثالث فيلم يور نيم، اوكي يا جماعه الفيلم خرافي بس انه مركز الثالث ابدا ابدا ما يستاهل مركز هذا صراحه، في انميات كثيره المفروض تكون مركز الثالث بداله. مركز الثاني بوكو نو هيرو، يا جماعة بوكو نو هيرو وصل مركز الثاني. أنا أعترف إن الأنمي خيالي، الفترة الأخيرة أنا ما أعطيه كل حلقة 10 من 10 صراحة الأنمي، ولا غلطة في الفترة الأخيرة، بس إن مركز الثاني يعني أنتم مستوعبين مركز الثاني شيء جدا جدا قوي، يعني أنا أبدا ما توقعت بوكو نو هيرو في المركز هذا. أوكي مركز الأول فول ميتال ألكيميست براذر هود، حلو برضو كالعادة فول ميتال يحتل المركز الأول. في البعض ممكن يختلف يقول فول ميتال ما يستاهل المركز الأول، البعض ممكن يقول لا يستاهل، في كلتا الحالتين ما نختلف أن الترتيب هذا أفضل بكثير من الترتيب حق أفضل 100 أنمي حق اليابانيين، يعني على الأقل طلعنا شعب بيفهم. وبس حلو صناعة الفيديو، اتمنىكم اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشارك بالقناة، اذكروا اراءكم واقتراحاتكم تحت بالتعليقات، ولا تنسوا تكتبوا لي تحت في التعليقات ايش هو افضل 10 انميات بالنسبة لك. عموما نراك بداية القادمة والسلام عليكم.